خويا يوسف مرحبا بيا عندكم وشكرا للسيده فوس وتحيه من بعض الاشواق وتحيه لك اخي يوسف صادفتينا وهذه الجريده ديالنا دائما كنبغيو شي حاجه كنجيو عند اشواق. مرحبا اخي يوسف. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوناش اكثر، حمزه الطنجاوي يوتيوبر كنخدم على راسي اليوتيوب كنخليوها هي الاخريه. كما تعرفنا انايا في طنجه شحال هذه مع نزار الصديق ديالنا الحمد لله ربي طلق سراحو. كما كتعرف يوسف كان معنا هنا مده طويله، هنايا كنا كناكلوا فطارنا من الجهه ديالو ودابا جات النوبه ديالنا باش ناكلوا فطارو من بين الناس الحقيقه. مزيان اللي هضرتي على نزار، شنو بان لك هذا الخروج ديالو؟ بالنسبه للخروج ديالو فرحنا له، فرحنا له من القلب ديالنا وفرحنا الويده ديالو اللي ما كانتش كتفطر في رمضان، ما كانتش كتسحر، ما كانت بوبريه يمشطونا معاه. وفرحنا الخصوم بقاو شي كيتعذبوا كيشبروا الطريق من اكادير حتى المكناس، دائما كل جلسه وكيجبروا دائما تتاجل جلسه، المهم تعذبوا معاه والحمد لله من اللي خرج بخير وعلى خير. وهادشي هذا اللي عامل دابا ما عجبناش من الاخر اخاوي، دابا ماشي هو اللي عامل، الناس اللي كيجيونا عنده اللي كيديو. نزار فهاد الفترة هادي ان شاء الله خرج من الحبس كان خصو يكون في الدار ديالو، سمعتيني؟ نزار فهاد الفترة هادي كان خصو يكون مع والديه، راه والديه وخصوص الفوت كتفو باش كانوا كيمشيو عنده يعملوا له محاميين ويضربوا كيلومتراج. دابا الناس كتستغلوا، شي جا من عنده من الحاجب، شي جا من عنده من مراكش، هاد الناس اللي جاو عنده حتى واحد ما كان كيطلع كيهضر فيها في الخير ملي كان هو مشدود. حتى واحد معقل عليه، اللي عقلوا عليه هما خوتو، واحد بوبري متبقى ديما مريضة ما كتشوفش وما مشاش عندها يما كتقول له يبقى عاون خد. علاش ما بقاش يدارهم بالضبط؟ ما بقاش يدارهم بالضبط كيزيغوا هو، اللي كيجي كيده. نزار عنده واحد اللاقة فحالي غنقول لك مثلا ماشي نية دلقاف. هو نية كيبغي يخلي كل واحد خصو يعمل خطر لأي واحد، فهمتيني؟ نزار دابا أنا بحالي غنقول لك نزار في عمره 23 عام والعقل ديالو بحالي عنده 19 عام، فهمتيني؟ يعني الكزده ديالو كبيره على العقل ديالو. قلت له يلا معايا يلا معايا زيد معايا زيد معايا اعمل هادي اعمل هادي، فهمتيني؟ دابا جاو استغلوا الدوام يعني زاد في الفتره هذه خصو يكون في الدار ديالو، فهمتيني؟ مع والده يعمل فيديوز مع خوتو، يعملوا العمليه ديك الام النمر والله يشافي هذاك الدنيا يا خونا حبيبنا نسميوها تحيه ليلو، الله يشافي له الوالده ديالو. علاش ما يعملش معاه فيديوز؟ ماشي يعملوا مع بنادم برا، يعني واحد بنادم برا اللي يعمل معاه فيديوز هي كتعرفني مزيان لا من كنهضر قايده. هاد السيد ما كيبينوا لنا والو، ما كيبينوا لنا والو، شنو كيبينوا لنا خاو؟ كانوا كيبينوا لنا شي حاجه كنستافدوا منها الدنيا هادي، وما عملنا فيديو سيد مواقع شنو غادي نقول له؟ مواقع اباحيه والسلام، دخلوا لاشينات وتشوفوا. تحشمت تشوف ديك الشيء هذاك اخاوي ديالي، فهمتيني؟ تحشمت تشوف ديك الشيء هذا. زيد اخا يوسف مرحبا. واخا واحد جوج مؤثرين، الناس ديال التيك توك جاو عنده هاد اليومين. ديك الناس تابعين لي زابوني اخاوات، سمعتيني؟ تابعين لي زابوني، وفين ما كان شي واحد او متابعينا لاصقين فيه، هذاك ملي كان هو في الحبس كانوا كيطلعوا في التيك توك كيسعاو فيه وكيزبلوا فيه وما خلوا ما قالوا فيه، وملي خرج طلعونا عنده سن سن اكاد ضربوا كيلومتراج عليه، هادو ماشي مساحات الوالدين. ولكن واقيلا قمعان. ها؟ قمعان عمل لهم احسن شمس العشيه، عمل لهم مشى عمل معاه واحد جوج فيديو، فهمتي؟ مشى عمل معاه واحد جوج فيديو في التيك توك. وجدوا بارتمان وجدوا كذا، فهمتيني؟ الناس كتخسر. ديك الشيء اللي جمعوا في التيك توك خسروا. ونزاز دقف عليهم التليفون هو ومناجر، تحيه مناجر تاع هو اخونا وحبيبنا، فهمتيني؟ دفع عليهم التليفون وخلاهم مدرب. شنو بغيت القيده غيتو الزواج ديالها من نزار؟ دابا الله يرحم لك الوالدين. دابا شوف واش غتستحمرني انا ولا غنستحمر هذا الشعب كامل؟ واش مرة في عمرها 42 سنة غتزوج واحد في عمره 23 سنة وكل نهار كتطلع كتقول لك هذا حماق هذا حماق، كيفاش غتزوج به والراجل باقي ما طلقش؟ الراجل باقي ما طلقش، باقي مع المرأة ديالو، باقي على الذمة ديالو، كيفاش غتزوج به؟ هذا بوس، هذا بوس كيعملوه مع بعضياتهم، ما كاين لا زواج لا والو. او يما نزار مسكينه ما كتقدرش تهضر، بحال غنقول لك كتخاف من ديك السيده هذيك ولا ما نعرف، يعني تقول ولا تحترم راسها. اسمع عندك السيد خليه يمشي يخدم مع خوتو وخدم على راسك انت، انت هي تخدم على راسها الله يسهل عليها، وما تبقاش يمشى مجا مورا من مراكش اكادير اكادير مراكش، خليه يجلس مع خوتو يصور حتى هو ويدخل المصروف، هو الواحد اللي ما استافد من والو هو هذا نزار، هذا كلشي في الطونوبيل كلشي في الدار كلشي في الراجل ما استافد من والو. نزار انا نقول لك مجرد عمله كيستعملوها اللي كيسالوا منها كيلوحوها صافي. كاع
كتشوف دابا القايده كتستغلوا باين غير هاد اليومين فوقاش ولي البارح حتى الله خرج من الحف مشاو قصروا فهمتيني مع باتيسو طلعوا كيدازوا دابا نزار على من تبع القايده غيسا كدو خاصو بديك الهردوسيه اللي عندها فهمتيني هادو خاصو هاد الهردوسيه هو تبع فهمتيني والله ما كانتش ديك الهردوسيه مي تبع هادشي اللي كاين اخواتي دابا كيعنا الراس مسخوت الوالدين كيبقى مسخوت الوالدين جاي من واخا شنو بالك هيك شواني على من سقسيتي لي كتكون كتفرج في ديك الناس هذاك هذاك طلعنا هذاك مره هذاك مسالي فرك ما نعرفش مش من دوا كيستعمل هذاك هذاك طلع فشي منابر اعلاميه فهمتيني بعدا اول حاجه فما ننساهاش هادي شحال وانا خصني نقولها في الفيديوز ديالي في لاشي ما كنقولهاش في بو كيخلصوا عليه فلوس باش يطلع معاهم فهمتيني باش يطلع معاهم هاد السيد هذا كان دا واحد اش كيصنعوا البوز فهمتيني عارف البوز كتخلص فلوس باش تجيب البوز هاد السيد هذا كان كيطلع كيقول هاد السيد غادي نسترا غادي نعمل لا غادي نفعل لا غنسرك لا وفي الاخر شفنا هاد اليومين هادي اخي يوسف شحال يقول لك قال لك كتكمي هي ويماها كتسكر هي ويماها دخل مشى هذيك الشلخه اللي عمل كامل وطلع في المنبر الاعلامي الاولي والثاني والثالث والرابع عاد المره هذه فتح الاسرار ديالها مره ما بقاش يتبع الزوجيه اخاوه فهمتيني ما بقاش يتبع الزوجيه والسيدة هذه ما ارتجعتش للقضاء اسعى وسالي المنبر الاعلامي علاش ما ارتجعتيش للقضاء لا يعني هنايا عاملين البوز مع بعضيتكم هادشي مخدوم هادشي اللي كنعرفو حنايا كيطلعو كيضحكو علينا والسلام هادشي اللي كاين وحنايا ضد هاد الناس هادو اللي كيضحكو علينا واحد هو مسطر ها لا تي وكالة رمضان او يا مطلعت مشي هادشي كلاس رمضان قال لك كيشعلو الدخان بالنهار مصيبه طلعت واحد الفيديو كتقول لهم انا كنفطرو انا وراجلي مباشره كتقول لهم الجيران الا شميتو الناس ما تكارو دقوا علينا فرعوا علينا الباب واش كاين شي واحد دابا هذيك حنا قادر شفتو مؤخرا واقيلا شي واحد قال راه كتهمقنا بالحومه راه عندك طاقه كبيره دابا هذيك السيده هذيك شحال نقول لك اخويا اللي كتمد اي حاجه باش تبقى دائما هي في الوجيه فهمتيني هذيك ما على بالهاش يشوها ما على بالها حتى حاجه فهمتيني اي احسن تمد المستحيل يا شفتي مره اخرى حسبت الحواجب ديالها شني باقي خصها تعمل مزيان شني باقي خصها تعمل اكثر من هيدا الحواجب ديالها حسناتو السيده كتمل اي طريقه فهمتي المغاربه كيديو عليها الا الا وجدك بنت صغيره باش نتوكل لها ما طلعتش انت في رمضان لو غتعمل عبوس لا هذيك لا هادو هي باينه تدخل انت مواقع التواصل الاجتماعي ديالها داك الشيء اللي كيعملوا هي وديك اللي كتقول للراجل ديالها ولا الطالق ديالها ولا ما نعرف شكون هو هذاك ما هما ما عندهم حتى ورقه قال سالوا على حجره قال سالوا هذه خاص السلطه تدخل عرفتي علاش اي دار كاين اليوسف دابا كاين هو صغار كاين الواليد انت الا كتفرج غيدخل لك خيتي شارفه جالسه على الحجر تقانه شنو كتسمى هذه ما اباحيات هشام قولي شنو تقدر تقول لنا ساكسيتيني الى واحد السيد اللي هو عنا عزيز صراحه عبد الله هو اول واحد تخص معنا السوشيال ميديا في انستغرام فهمتيني هو هذا السيد هذا والله يطلق سراحو في هذا دعوة شنو حنا ما كنتمنى لهش الحبس وعنا عزيز وعيبقى دائما عنا عزيز ولكن القضاء فوق كلشي الا ما كان عامل والو كان القضاء رقى فحالو يعني يكون عامل شي حاجه عليها القضاء خلى عنده والله يطلق سراح حمزه كاين بزاف ديال المؤثرين في المغرب شنو يستحقوا يكون عليه مؤثر شنو هما المؤثرين اللي كيعجبوك انت كتوصل الناس تفرجوا كاين مؤثرين اخاوه شحال نقول لك كاين دراري واعره الطوب الطوب اخاوه مقيين مقيين بزاف كاين فيصل بلوك كاين تها ايسو كاين دراري الرجوله بالرجوله مزيني كاين ديك سفيان بارسيلونا تا هو عاوتاني المهم كاين دراري الله يعمرها سلعه ولا ما ذكرناش اما هادشي المعيور وقدح فيا وقدح فيك عاد جبر كلشي في الحبس ان شاء الله ويلاقيهم تما كاملين بيهم مزيني اي والله وخا نوصل واحد الميساج من القايده القايده كتقول هي قريه فهمتيني وكتطلع كتقجم على الناس بالفرنسي شحال الفرنسي ديالها كدا ملي نتينا قريه وهادي رد ديك السيد من والديه وقول له يخدم مع خوتو ويعمل العمليه ديك السيده يما هاد مروان وتحيه لي لك القايده حنايا ماشي كنأتاكيو كل شي حاجه جيسين طنجة مرحبا بك حتى الله يجريك يرحب بك حتى هو مرحبا بك والف مرحبا واخا وسخسوا الدار ديال الناس مره اخرى في بارتما في فلايا تحياتي ليكم اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.